السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من قناة النصر 24، نبدأها بالعناوين. وزير الصحة العامة والتضامن الوطني يشرف على عملية توزيع مواد غذائية للجمعيات الأرامل والأسر المتأثرة عقب فرض الحظر الصحي لجائحة كورونا بالعاصمة إنجميرة. وزراء خارجية السودان ومصر وإثيوبيا يفشلون في الاجتماع السداسي للتوصل لصيغة مقبولة لمواصلة التفاوض حول سد النهضة الإثيوبي. وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يعلن في بيان له إن سياسة المجازفة التي تنتهجها إيران لن تزيدها إلا عزلة وضغوط. كانت هذه عناوين النشرة، إليكم التفاصيل. أشرف وزير الصحة العامة والتضامن الوطني دكتور عبد الله صابر فضل على عملية توزيع المواد الغذائية للجمعيات الأرامل والأسر المتأثرة عقب فرض الحظر الصحي لجائحة كورونا بالعاصمة إنجميرة بحضور وزيرة المرأة وحماية الطفولة أمينة بيرسي لونغو. هذا وأوضح وزير الصحة بأن هذه البادرة تؤكد اهتمام الحكومة بالشرائح الفقيرة وإرساء التكافل الاجتماعي بين مكونات البلاد. في يومنا اليوم في 11 مكان ده زيادة من 6500 مناج يلقوا مساعدة عن الحكومة. 6500 مناج ده يساوي زيادة من 30000 شخص. ده في جمعنا هنا بس. أولي أوين نصالو زيادة يعني يسو سنسيبيليزاسيون. بس كو سنسيبيليزاسيون كوفيد كان ما ويقفنا أي ما يوم ده أكتيفيتي أن أوين ده إلا بنقص. دونك أكوز دي سا كان مرة تخدي الناس بيأسمو. ندورو أي مرة كيفي بيتا ده. تسانسيبيليزي الناس فامي انا وجيراننا كل ريسبكتي ميزور بارير. نشكر الحكومه بنسب منستر هنا المره اليوم فكر لنا انينا اوين ارمله امات الاتاما في مومانكم في اليوم هذا اللي كل بيقول لنا كلام نص وادين ده اليوم كورا نخلى كل في بيته ما في. وعلى صعيد ذي صلة، قامت اللجنة العليا لمساعدة الأسر المتعففة بتوزيع مؤن غذائية لمتضرري كوفيد 19 عقب الحجر الصحي بالدائرة الخامسة بحضور وزير الصحة العامة والتضامن الوطني الدكتور عبد الله صابر فضل ونائب منسق اللجنة الفرعية قمر استريك بجانب عدد من منظمات المجتمع المدني تنفيذا لقرارات رئاسة الدولة بعزل مدينة إنجمينة عن باقي المدن الأخرى، الأمر الذي أثر سلباً على المواطنين. ولتخفيف من معاناتهم شرعت وزارة الصحة بتوزيع المواد الاستهلاكية لعدد 500 أسرة بالدائرة الخامسة. دعا وزير شؤون الخارجية والتكامل الإفريقي ودول المهجر ورئيس لجنة إدارة الأزمة الصحية السفير أمين أبا صديق في لقاء له دعا المواطنين بالتحلي باليقظة جراء فيروس كورونا بأخذ الحيطة والحذر من مخاطره، ويجب الالتزام بالضوابط الصحية التي فرضتها وزارة الصحة باستخدام المعقمات وارتداء الكمامات بجانب التباعد الاجتماعي قدر المستطاع والإبلاغ الفوري لحالات الاشتباه لفحصها مبكرا. هذا ودعا رئيس لجنة إدارة الأزمة الصحية بالاهتمام بكبار السن والأطفال لأنهم من أكثر الفئات تضررا بفيروس كورونا لافتقادهم المناعة الكافية، كما وجه المرافقين للمرضى بالالتزام بكافة الضوابط الصحية لسلامتهم من انتقال العدوى. كما وجه وسائل الإعلام كافة بالمضي قدما في تقديم الإرشادات للمواطنين للإسهام بدورهم الرسالي ووقوفهم جنبا إلى جنب مع الحكومة في تنفيذ برامجها تحقيقا لبرامج التنمية. قدم وزير جمعية التشادية من أجل الوحدة والديمقراطية حسن محمد الحلو كلمة له تحدث فيها عن ضرورة احترام القرارات الحكومية المتخذة لمكافحة كوفيد 19 بجانب إشاعة روح التعايش السلمي بين المواطنين. التشادية لوحدة الجمهورية مؤيدة القرار الشالة بالدكري المارشال هنا تشاد والحكومة مالا عشان المرض هنا كورونا فيروس ده هو مرض يعني حيوان ومرض اليوم في العالم ذاته كسوى شيء كثير وعنينا هنا كله فقدنا رجال كثير اليوم في ده الحكومة شالت القرار ده لأنها توقف المرض ده وخاصة مدينة إنجمينة الحكومة هي صحة المواطن ده تشيفها يعني أقل شيء لها مهم ما في شيء آخر عشان ده خلي أي مواطن يعرف القرار الحكومة شالتها ده قرار يعني في وقته
وفي بكان. وفي الشأن السوداني، فشل الاجتماع السداسي بين وزراء الخارجية في السودان ومصر وإثيوبيا في التوصل لصيغة مقبولة لمواصلة التفاوض حول سد النهضة الإثيوبي. وأعلنت وزيرة العلاقات والتعاون الدولي لجنوب إفريقيا عن أسفها للطريق المسدود الذي وصلت إليه المفاوضات، وأضافت أنها سترفع الأمر للرئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي مافوسا لاتخاذ التدابير اللازمة. وقال بروفيسور ياسر عباس وزير الري والموارد المائية في تصريح له إن السودان طلب في اجتماع تغيير منهجية التفاوض وتوسيع دور الخبراء للحد الذي يمكنهم من لعب دور أساسي في تسهيل عملية التفاوض وتقريب وجهات النظر بين الأطراف. أعلن مدير عام وزارة الصحة بالخرطوم الدكتور تاج السير منوفلي تسجيل 110 حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، حيث سجلت محلية الخرطوم أعلى نسبة مقارنة مع بقية المحليات بالولاية، مناشدا المواطنين بضرورة التبليغ الفوري في الاشتباه حتى تتمكن الجهات المختصة من تقديم المساعدة، كاشفا عن ترتيبات الوزارة لزيادة عدد المراكز الثابتة لأخذ العينات والفحص. تراكم الحالات منذ بدء الجائحة في 12 مارس 2020 بولاية الخرطوم 18585 حالة مؤكدة بمعدل انتشار، الآن وصلنا ل 20.9 معدل انتشار في المية. الوفيات خلال 24 ساعة الماضية، ربنا يتقبلهم جميعا إن شاء الله، 9 حالات مؤكدة، ليصير إجمالي تراكم الوفيات بولاية الخرطوم 788 بمعدل وفيات 4.2 حالات. الشفاء بحمد الله عندنا 350 حالة شفاء بولاية الخرطوم تم إعلانها خلال 24 ساعة الماضية، جملة حالات الشفاء لصغير التراكم 8800 حالة شفاء بولاية الخرطوم. ناشدنا بأن الناس تسجل أرقام صحيحة وتكون أرقام فعالة ما يتم إغلاقها لسهولة التواصل مع أتيام الاستجابة السريعة ومع أتيام المتابعة المنزلية. وعالميا، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان نشره موقع الوزارة إن سياسة المجازفة التي انتهجتها إيران لن تزيدها إلى عزلة وضغوطة، لافتا أنه لا يسمح للراعي الأول للإرهاب في العالم بتخصيب اليورانيوم بأي نسبة، مشيرا إلى أن النظام الإيراني يستخدم برنامجه النووي لابتزاز المجتمع الدولي وتهديد الأمن الإقليمي. ودعت الخارجية الأمريكية المجتمع الدولي لاتخاذ موقف لمواجهة التهديدات الإيرانية، لا سيما تهديد النائب البرلماني أحمد أمير فرحاني بطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا لم ترفع العقوبات المفروضة على إيران في 21 فبراير المقبل. أكد القيادي في حركة عصائب أهل الحق جواد الطليباوي أن قيام أمريكا بإدراج صالح الفياض على لائحة عقوباتها يمثل اعتداء سافرا على الدولة العراقية. وقال الطليباوي في تغريدة له على تويتر إن الفياض يشغل منصب رئيس هيئة الحشد، وبالتالي إن هذا الإجراء الأمريكي المدون قد يكون مقدمة لإدراج الحشد الشعبي وتصنيفه كمنظمة إرهابية. هذا وقال وزير الخارجية العراقي أحمد الصحاف إن قرار الخزانة الأمريكية بإدراج صالح الفياض على قائمة العقوبات أمر يشكل إساءة للعراق حكومة وشعبا. إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية النشرة، أعود وأذكر بالعناوين. وزير الصحة العامة والتضامن الوطني يشرف على عملية توزيع مواد غذائية لجمعيات الأرامل والأسر المتأثرة عقب فرض الحظر الصحي لجائحة كورونا بالعاصمة إنجميرة. وزراء خارجية السودان ومصر وإثيوبيا يفشلون في الاجتماع السداسي للتوصل لصيغة مقبولة لمواصلة التفاوض حول سد النهضة الإثيوبي. وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يعلن في بيان له إن سياسة المجازفة التي تنتهجها إيران لن تزيدها إلا عزلة وضغوط. تكاملت نشرة الأخبار من قناة النص 24، دمتم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله.